بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد مشاهدي بسان والكرة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو سنتطرق فيه كما فعلنا دائما لكثير من أخبار لاعبين المنتشرين في كل أنحاء العالم. عفوا، البداية بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. تعرض الدولي الجزائري سفيان فيغولي لانتقادات لاذعة من الإعلام التركي اليوم على خلفية تراجع مستواه وعدم إقناعه لمدربه فتيح تيريم. الإعلام التركي وفي بحثه عن الأسباب اهتدى إلى أن رحيل المغربي يونس بلهندا كان سببا مباشرا في مستوى فيغولي السيء جدا في آخر اللقاءات، وتقديمه لأرقام هي الأضعف منذ وصوله للنادي قبل 4 سنوات. الصحافة التركية قالت أن علاقة فيغولي وبلهندا كانت قوية طيلة 4 سنوات داخل وخارج الملعب، ولكن وبعد طرد المغربي انهار فيغولي نفسيا ولم يعد يشعر بوجوده داخل النادي، وبات يحس أنه غريب ضمن المجموعة، وهو ما تسبب في تراجع مستواه لدرجة أنه أصبح لاعبا احتياطيا وحسب. أعتقد أن في الأمر مبالغة، سبب تراجع مستوى فيغولي واضح وهو الإصابات. عاد المتألق الجزائري ولاعب نادي مونبولي أندي ديلور ليرد ولو بطريقة غير مباشرة على الأخبار التي ربطته بالرحيل عن ناديه الحالي في نهاية الموسم والانتقال لفريق أكبر. ديلور وفي تصريحات لإذاعة أرامسي عفوا قال أنه سعيد في مونبولي مع النادي واللاعبين وأيضا مع الأنصار، حيث يجد الثقة والمتعة في المشاركة. ديلور كررها مرتين أو ثلاث وقال أنه مرتاح وسعيد في مونبولي، وكأنه يقول أنه لن يغادر. يبدو أن الدولي الجزائري رياض محرز لن يهنأ بمشاركته الأساسية المتتالية ومستواه الكبير بعد أن بدأت الصحافة الإنجليزية بالضغط على المدرب بيب غوارديولا من أجل إعادة رحيم ستيرلينج للتشكيلة الأساسية. الأمر كان متوقعا جدا، خاصة مع اقتراب بطولة أوروبا في جوان المقبل وضرورة مشاركة كل اللاعبين الإنجليز وبشكل دائم لأجل الجاهزية المثلى. مدرب المان سيتي تلقى اليوم سؤالا عن سبب عدم الاعتماد عن فودن وستيرلينج معا وإبعاد محرز، وهنا رد بيب أنهما قادرين فعلا على اللعب معا من دون استفاضة، وهل سيقوم بإعادة ستيرلينج فعلا في المستقبل أم لا؟ للتذكير، فودن هو من خلف ستيرلينج في التشكيلة الأساسية، وفي حال عاد من المفروض أن يخرج فودن، لكن الإنجليز يرون أنهما قادرين على اللعب معا فقط لأجل إبعاد محرز. السيتي سيلاقي تشيلسي غدا في نصف نهائي الكأس وسنرى ما سيحدث. ما زالت قضية إمكانية تراجع الجزائري أحمد توبة عن تمثيل الخضر والانتقال للعب في بلجيكا تصنع الحدث. موقع فوتبال 365 الفرنسي وفي خبر حصري أطلعنا على بعض المستجدات. الموقع السابق قال أن الشكوك قوية بخصوص عدم تواجد توبة مع الخضر مستقبلا. الجزائري ومحيطه غاضبون جدا من عدم إشراكه في لقاءات زامبيا وبوتسوانا، وربما يكون هذا تمهيدا للعب مع بلجيكا. ذات الموقع تكلم حتى عن اتصالات محتملة بين مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز واللاعب الجزائري من أجل استدعائه ربما في الفترة المقبلة. يبدو أننا سنكون أمام مسلسل جديد لغاية تربص جوان المقبل، يشبه مسلسل توبا قبل تربص مارس الأخير. يبدو أن إدارة نادي ميلان قد يئست من دفع لاعبها الجزائري إسماعيل بن نصر للإفطار في شهر رمضان على الأقل أثناء اللقاءات، حيث كشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبور شهيرة اليوم أن بن ناصر لن يفطر مهما حدث. الصحيفة الإيطالية الشهيرة استشهدت بكلمات جانبية قالها المدرب ستيفانو بيولي في حق بن ناصر، حيث قال أن بن ناصر ليس مسلم وحسب، بل مسلم ملتزم بتعاليم دينه وملتزم بصرامة أيضا. الصحيفة الإيطالية استشهدت أيضا بتصريحات لمدرب الشباب في أرسنال سابقا جيل جروماندي. هذا الأخير أكد أن بن ناصر لم يكن يفطر حتى لما كان مع فريق أقل من 17 سنة، ما يعني أن إفطاره في الوقت الحالي سيكون أمرا مستحيلا. بعد غياب طويل استأنف الدولي الجزائري ولاعب نادي ليون جمال بن عمري تدريباته الجماعية مع بقية زملائه، وشارك لأول مرة في الحصة التي أقامها الفريق يوم أمس الخميس. بالعمري وكما هو معلوم كان قد أصيب في لقاء الخضر الأخير ضد بوتسوانا،
وهي الإصابة التي أبعدته عن آخر 3 لقاءات لفريقه ليون. ورغم انتظامه في التدريبات إلا أن بالعمري سيكون مضطرا للغياب عن لقاء رابع على التوالي حيث سيغيب رسميا عن لقاء ليون ضد نونت يوم الأحد المقبل إن شاء الله. هذا ما أعلنه مدرب ليون رودي غارسيا الذي نشط اليوم الجمعة ندوة صحفية للحديث عن اللقاء أعلن فيها غياب بالعمري ضمن الغائبين والذي سيعود إن شاء الله بداية من اللقاء المقبل. نبقى في فرنسا وفي ليون دائما. وأثناء ندوته الصحفية التي عقدها اليوم تكلم مدرب ليون رودي غارسيا عن الجزائري الآخر في النادي وهو إسلام سليماني. غارسيا أشاد بسليماني وبقدراته لكنه أعاب عليه كثيرا في بعض الأحيان الإيثار الزائد عن اللزوم، حيث قال له بصريح العبارة أن يكون أنانيا في بعض الأحيان وينهي الهجمات بنفسه عوض تقديمها لزملائه الآخرين. لن يكون بمقدور الدولي الجزائري فريد الملالي التواجد في لقاء فريقه أونجي والذي سيلاقي نادي ران غدا السبت في الدوري الفرنسي. الصحافة الفرنسية كشفت اليوم أن الملالي ما زال لم يستأنف التدريبات الجماعية بعد، وهو ما يعني أنه لم يشفى من فيروس كورونا الذي يعاني منه والذي دخل بسببه الحجر لمدة وصلت الآن ل13 يوما باحتساب اليوم. كما كان متوقعا سيسجل الثنائي الجزائري يوسف عطال وهشام بوداوي عودتهما لمجموعة نادي نيس التي ستواجه نادي ديجون يوم الأحد إن شاء الله. يوسف وهشام كانا قد استأنفا تدريبات منتصف الأسبوع كما سبق وأشرنا. مدرب نادي نيس أدريان أورسيا وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة أعلن عودة الثنائي وقال أنهما سيكونان حاضرين بصفة أكيدة في لقاء ديجون على أن يقرر كيفية الاعتماد عليهما بين أساسي وبديل لاحقا. مدرب نادي نيس تكلم أيضا عن العودة السريعة لهشام بوداوي والذي أعلن سابقا عن غيابه حتى عن نهاية الموسم، حيث برر ذلك أن التشخيص الذي خضع له بين أن الإصابة كانت في الغضروف المفصلي للركبة وهي إصابة مختلفة تماما عن إصابته الأولى ولهذا عاد سريعا. العودة سريعا أصبحت تخيف في نادي نيس. إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت. نلتقي إن شاء الله غدا في عدد جديد وأخبار متنوعة كثيرة إن شاء الله. لمن يريد التأكد من أخبار التي وردت في عدد اليوم ما عليه سوى النزول إلى صندوق الوصف ليتأكد بنفسه من كل الأخبار التي وردت أو ليحب التعمق أكثر إن أراد. السلام عليكم.